ضمن احسن 10 لاعبات على مستوى العالم في سنه 2019. اكيد ليها بهجتها وليها رجتها وليها مخاوفها اكيد، ولا ايه؟ اه لا طبعا، ان يمكن انا سنه 2019 دي احلى سنه على مدار السنين اللي انا لعبتها كلها، خصوصا ان انا كنت في نادي الاهلي وحققت معاهم انجازات، وفي المنتخب اختياري من ضمن احسن 10 لاعبات على مستوى العالم. ده انجاز انا ما كنتش متوقعه انه هيحصل، يمكن حتى كان في اخر يوم في سنه 2019، فكانت احلى نهايه. انا كنت متوقعه ان لعبه من اللعبات اللي انا لعبتها في البطوله تتصنف من احلى 10 لعبات في البطوله، لكن ان انا اتصنف من احسن 10 لعبات دي يمكن اكتر انجاز انا وصلت له، واكتر حاجه انا فرحانه بيها. جميل. اه اكيد. طيب سوريا، دايما بنحب نسال ابطالنا على التوازن ما بين الحياه الشخصيه والرياضه، لان دي بتبقى رسائل للشباب عامه، ان انت ممكن تكون ناجح في كل حاجه، يعني ممكن تبقى ناجح في الدراسه وفي حياتك العمليه وفي حياتك الاجتماعيه وفي حياتك الشخصيه، فبنحب نسمع منكم ازاي التوازن ده قدرتي تعمليه؟ والله انا يعني يمكن بشوف انها مش حاجه في الاول خالص كنت بشوف انها حاجه صعبه ان انا اوفق بين الحاجتين، اذا كانت دراسه او باسكت، بس لا بصراحه لما يبقى حد عايز يعمل الحاجتين على احسن هيعمل حاجتين بيرفكت، فالناس هتلاقي يعني اوتوماتيك بيساعدوه. انا لما كنت في الجامعه كنت بخلص محاضراتي على طول اول باول، كنت بخلص امتحاناتي على طول حتى بامتحنها لوحدي، لما الجامعه تلاقي ان انا عايزه اعمل كده لوحدي والدكاتره يلاقوا ان انا عايزه اخلص كل حاجه على طول، طبيعي هيساعدوني، ما يستنوا ان انا اخلص بطوله ينزلوا مثلا بوست على الفيسبوك احنا مبسوطين جدا وفخورين ان اللعيبه دي عندنا في الجامعه. فهم لما بيلاقوا ان اللي قدامهم فعلا عنده الموتيف ان هو يبقى عنده احسن وعايز يبقى احسن هيساعدوه، واوتوماتيك هو هيعرف يوفق. كانت